أكدت مصر أن استمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووي يشكل تحدياً أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين. وفي بيان ألقاه وزير الخارجية سامح شكري أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، شددت مصر على التحديات الأمنية المتعاظمة التي يمر بها العالم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الأطراف لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح أمام تحد جسيم يفرض على الجميع التصرف بمسؤولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسؤولياتها.